دكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي. دكتور احمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني دائما بنشوف الاخبار اللي زي كده تبقى اخبار مفرحه الحقيقه. وزير الزراعه يؤكد افتتاح اسواق الارجنتين واستراليا امام الموالح والتمور المصريه. قول لي اهميه الخبر ده ايه للزراعه المصريه والتصدير كمان لمصر؟ طبعا زي ما حضرتك قلت، هو الخبر بيبقى بالنسبه لنا خبر مفرح، وبنحب نعتبره طبعا انجاز كبير بيحققه الحجر الزراعي، لانه طبعا فتح السوق بيبقى عمليه متعبه جدا ومرهقه وبتاخد وقت طويل ودراسات فنيه طويله ما بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي بتاع الدوله اللي احنا بنحاول نستهدفها يعني. لكن من ناحيه اهميته، السؤال اللي حضرتك بتساله طبعا هو ليه اهميه كبيره جدا، لان لما بتفتح سوق جديد لمنتج جديد في دوله بالنسبه لك اول مره تصدر لها، يعني معنى كده ان الصادرات بتاعتك هتزيد، الكميه اللي هتروح لهذه الدوله، ومعنى انك انت صادراتك هتزيد يبقى ده هتدخل عمله صعبه زياده للبلد، يبدا يخلي الدولار سعره يقل، يبدا يخلي الاقتصاد بتاعك يبقى افضل، فبطريقه غير مباشره وبطريقه مباشره بيأثر على الاقتصاد القومي بطريقه مباشره. فهو فتح سوق جديد معناها زياده من الصادرات بتاعت المنتج ده لهذه الدوله او لهذا السوق الجديد، وده بينعكس في انعكاس مباشر على الاقتصاد بتاع مصر. احنا ازاي بنفتح اسواق جديده يا دكتور احمد للمنتجات المصريه؟ يعني بيتم ده ازاي؟ هقول لحضرتك زي ما قلت انها هتبقى عمليه معقده شويه وطويله، لكن زي مثلا لو احنا حابين نفتح سوق الموالح للارجنتين زي ما ده حصل، احنا بعتنا للارجنتين من فتره طويله يمكن اكثر من سنتين، بعتنا للحجر الزراعي الارجنتيني كحجر زراعي مصري وقلنا لهم احنا عايزين نبدا نصدر موالح للارجنتين. طلبوا مننا، بيطلبوا مننا حاجه اسمها ملف فني عن الموالح المصريه، بيبعتوا يسالونا اسئله فنيه كثيره جدا وطويله جدا عن المحصول بتاعنا وكيفيه زراعته والري وكل والافات اللي بتصيبه وتوزيع الامراض والافات اللي بتصيب الموالح في مصر. بنعمل احنا بنجهز هذا الملف الفني بالكامل، طبعا بياخد تجهيز وبياخد فتره طويله وبياخد مجهود كبير بالتعاون مع المعاهد البحثيه المختلفه والمتخصصين، وبنجهز في وحده الصحه النباتيه عندنا في الحجر الزراعي بنجهز الملف الفني الخاص بهذا المحصول وبنبعته للحجر الزراعي بتاع دوله الارجنتين، وده حصل بالفعل. بتبدا دوله الارجنتين تعمل تحليل عندها حاجه اسمها دراسه تحليل مخاطر افات، بيبداوا ياخدوا الملف الفني اللي احنا بعتناه ده ويبداوا يدرسوه بالتفصيل وياخدوا افه افه وحشره حشره ومرض مرض من عاملين اللي موجودين في الملف الفني، وبداوا يدرسوا خطوره هذا المرض وخطوره هذه الافه على البيئه الزراعيه بتاعتهم وازاي يمكن تلافي خطوره هذه الافات وهذه الامراض من دخولها الى الارجنتين. وبيبعتوا لنا حاجه اسمها نتيجه تحليل مخاطر افات، وبيبداوا بعد كده يطلبوا ان هم يجوا يزوروا مصر ويعملوا دراسه عمليه او زياره عمليه عشان يشوفوا نظام الصحه النباتيه اللي بيطبقه الحجر الزراعي المصري على المزارع وعلى المواني، وبيجوا فعلا وهم فعلا جه وفد من الارجنتين من الحجر الزراعي الارجنتيني واطلع على منظومه التصدير بتاعتنا والاجراءات الصحه النباتيه اللي بنعملها في مصر، وشافوا الحجر الزراعي بيتصدر ازاي وايه الاجراءات اللي بياخدها الحجر الزراعي، وبعد كده بيكتبوا عندهم تقرير وبيضموه لتحليل مخاطر الافات، ويبدا يصدر بعد كده حاجه اسمها الاكسبورت بلان او يعني زي بروتوكول تعاون مشترك بيبقى فيه اشتراطات الصحه النباتيه الخاصه بالتصدير، بيبعتوه لنا وبنبدا نقول تعليقاتنا عليهم وبنبدا نتفاوض معاهم نخفف بعض الاشتراطات نشيل بعض الاشتراطات وبنطلب منهم يخففوا بعض الاشتراطات لحد ما نوصل الى اقصى درجه من المرونه في الاشتراطات التصديريه ونبدا نصدر بعد كده وبنعلن فتح السوق في الحاله دي. ليه يا دكتور احمد احنا ما بنعملش الكلام ده من بدري؟ ليه بادئين فيه من دلوقتي؟ ايه اللي كان موقف؟ لا احنا بنعمل فيه طبعا، احنا شغالين. مين قال احنا مش من بدري؟ احنا شغالين بقى لنا 10 سنين فيها. في سوق مثلا زي الموالح بتاع اليابان احنا شغالين فيه بقى لنا 10 سنين، لكن اليابان ما زالت بتطلب كل شويه تطلب بيانات فنيه زياده ونبعت لها وترد علينا وهكذا. احنا شغالين على اسواق كتير في وقت واحد، بس مثلا الارجنتين احنا بنطلب من الارجنتين ان احنا نفتح سوق موالح وعنب ورمان مثلا، هم بيرفضوا بيقولوا لا هنشتغل في الموالح وبعد ما نخلصه نبدا نشتغل في الرمان وبعد ما نخلصه نبدا نشتغل في العنب، علشان الطاقه البشريه هو الشغل ده زي ما قلت بيحتاج ناس متخصصين على مستوى عالي من الفنيات وبيحتاج وقت كتير ومجهود كبير، فما بيبقاش عندهم قدره ان هم يدرسوا 3 ملفات في وقت واحد، فبيطلبوا ان احنا نفتح سوق ورا بعض بالتدريج. فعلشان كده احنا بنبقى شغالين مثلا الموالح في الارجنتين وشغالين معاها بالتوازي، الموالح مع البرازيل شغالين معاها بالتوازي، الموالح مع نيوزيلندا وهكذا مع موريشيوس، واحنا لسه خلال الشهر اللي فات احنا فتحنا فعلا الموالح لنيوزيلندا وللموريشيوس وفتحنا في نفس الوقت التمر بتاع استراليا، تم برضو نفس الاجراءات اللي تمت دي اللي انا شرحتها بتاعت الموالح الارجنتين تمت مع التمر مع استراليا وتمت مع موالح البرازيل وتم مع عنب البرازيل وتمت مع موالح نيوزيلندا، فاحنا شغالين في كل الاتجاهات. فعندنا فريق في وحده الصحه النباتيه من اكفأ الناس، ما بيناموش من كتر الشغل بتاعهم في الملفات اللي زي كده. يعني ايه اهميه المحاصيل الزراعيه او المنتجات الزراعيه اللي مطلوبه في دول العالم بره وبنشتغل عليها ومصر واخده سمعه كويسه قوي قوي فيها يا دكتور احمد؟
هي اهميتها يعني ايه؟ هي طبعا اهميتها عاليه جدا، لان احنا بالنسبه لنا هي بتمثل سلعه استراتيجيه في التصدير زي الموالح مثلا والعنب. احنا بالنسبه لنا المحاصيل دي استراتيجيا ليها سمعه جيده في الاسواق الخارجيه، وبنصدرها بكميات كويسه، وبالتالي طبعا دي بالنسبه لها بتدخل لنا عمله صعبه. طيب ازاي بقى احنا نقدر نفتح لبقيه المحاصيل مثلا زي الفراوله زي الموز زي الحاجات دي كلها احنا شغالين عليها بشكل كبير جدا، وازاي يتم التنسيق ما بين الاداره عند حضرتك والمجلس التصدير للحصلات الزراعيه، الربط بينهم بيتم ازاي؟ سواء بيبقى فيها تنسيق كامل ما بيننا وما بين المجلس التصدير للحصلات الزراعيه. يعني احنا مثلا في بدايه الامر اصلا بنسال المجلس التصديري ايه هي الاولويه بتاعت التصدير، وايه هي المنتجات اللي انتوا حابين نصدرها لدوله معينه. فالمجلس التصديري بيقترح ان احنا نراسل الارجنتين عشان الموالح مثلا، بيقول ان ده ليه اولويه، فبناء عليه بنحدد اولوياتنا بالتواصل مع المجلس التصديري. وبعدين لما بيكون في وفد فني جاي من دوله اجنبيه علشان يجي يزور مصر عشان يقيم نظام الصحه النباتيه، الجانب المصري هو اللي بيستضيف الوفد وبيدفع كل تكاليف الاقامه والسفر، فبيشيل الملف ده والتكاليف دي كلها بيتحملها المجلس التصديري مشكورا، وهو اللي بيقوم بالتنسيق بتاع معانا بتنسيق كامل علشان استضافه الوفد الاجنبي ده، وتوفير الاقامه وتذاكر الطيران ليهم والانتقالات الداخليه اثناء ما بنكون احنا معاهم عشان نشرح لهم المنظومه. فطبعا في تعاون كامل ما بين الحجر الزراعي وما بين المجلس التصديري في كل ملفات فتح الاسواق. بيتم دعم المصدرين الصغار ازاي يا دكتور احمد، وبنشجعهم ازاي في الملف ده؟ احنا بالنسبه لنا كحجر زراعي لما بنفتح اسواق جديده يعني معناها بعيد عن كل المصدرين، صغيرين وكبار، لما بيكون في سوق جديد اتفتح فاي حد يقدر يصدر له، فده بيفتح الباب اكتر امام المصدرين الصغيرين ان هم يقدروا يبقى عندهم اسواق جديده تقدر تصدر لها، دول جديده تقدر تصدر، السوق اتفتح اكبر، بقى في سوق اكبر، بقى في منافسه اكتر، فتقدر تنافس اكتر على مستوى اعلى يعني. طب احنا كان الاول في سمعه سيئه كده طالعه على التصدير وعلى الاداره ان في يعني مصدرين كبار محتكرين السوق ومحتكرين التصدير، واي مصدر صغير بيدخل جواه المنظومه دي بيتفرم في وسطهم. انا عارف دلوقتي ان الكلام ده ما عادش بيحصل، لكن قول لي عشان نستمر بهذه الشفافيه نشتغل ازاي يا دكتور احمد؟ هو الجزء اللي حضرتك بتقول ده ليه شقين، ليه شق تجاري وشق فني. الشق التجاري خاص بالمنافسه التجاريه بين التجار وبعضها، واحنا ما بنتدخلش فيه ده خالص لان ده موضوع ما يخصناش. يعني مثلا تاجر رفع السعر، تاجر قلل السعر عشان يحرق المنتج، عشان يحرق السوق، عشان يسيطر على السوق، عنده كميه اكبر، عنده مش عارف ايه، الامور التجاريه الحجر الزراعي ملوش علاقه بيها نهائيا. اما فيما يخص بقى الجانب الفني فاحنا شغالين بمنتهى الشفافيه ومنتهى الوضوح ان احنا بندي الفرصه لكافه المصدرين صغير زي كبير، ومفيش عندنا اي فرق ما بين المصدرين الصغيرين والمصدرين الكبار. احنا عندنا دايما انا بقول احنا عندنا مصدر ملتزم ومصدر غير ملتزم، مهما كان حجم المصدر سواء صغير او كبير، لو كان ملتزم احنا بنسمح له يصدر وبندي له كل الصلاحيات وبندي له كل الامكانيات وكل الدعم ان هو يصدر، ولو هو مصدر غير ملتزم حتى لو كان اكبر مصدر في البلد بنمنعه من التصدير وبنقطع التعامل معاه وبنوقف صادراته وبنوقف محطاته وبنوقف المزارع بتاعته، وده حصل مع مصدرين كبار جدا بدون ذكر اسماء، بدون اي تفضيل ما بينهم وما بين المصدرين الصغيرين. وده للحفاظ على سمعه مصر في الخارج، لان لما منتج معين بيتضرب خارج مصر ما بيتقالش بقى اسم المصدر، لا بيتقال مصر، بتاثر على كل المصدرين وبتاثر على المنتج ككل يعني. دلوقتي هي دي المسطره، هي دي المسطره اللي احنا بنقيس عليها طريقه تعاملنا مع المصدر. يعني انا بالنسبه لي تعاملي مع المصدر هو مدى التزام المصدر بالاشتراطات بتاعتي الفنيه، والتزام المصدر بالحفاظ على سمعه الصادرات الزراعيه المصريه بره. فلو مصدر هيسيء لسمعه الصادرات الزراعيه بوقفه حتى ولو كان اكبر مصدر في البلد. وده كلام مهم جدا يا دكتور احمد ان احنا نسمعه. عندنا دلوقتي في منظومه جديده اللي هي مراقبه جوده المنتجات في المزارع كمان قبل التصدير. تمام، احنا عندنا في 5 محاصيل اللي هم الفراوله والرمان والعنب والجوافه والفلفل، عاملين لهم منظومه بالتعاون مع المجلس التصديري بان احنا بنشرف على المزارع قبل ما نصدر. وعندنا بعض المحاصيل الاخرى زي الموالح، بيبقى في بعض الدول بتشترط ان احنا نشرف على المزارع زي الاتحاد الاوروبي واستراليا والصين والبرازيل ونيوزيلندا، بيشترطوا ان احنا المزرعه تكون تحت اشراف الحجر الزراعي وهي والمنتج لسه في المزرعه. فاحنا في زي ما قلت لحضرتك المحاصيل دي والدول دي احنا بنشرف على المزرعه قبل ما تصدر، وبيدي لها كود وبنكونها وبنتاكد ان المزرعه بتستخدم اساليب زراعيه سليمه وبتستخدم مبيدات معتمده وبترش مبيدات بطريقه سليمه علشان خاطر نتاكد ونحافظ على سمعه الصادرات الزراعيه. متى يتم تحويل الاداره المركزيه لهيئه يا دكتور احمد؟
والله احنا مقدمين فعلا مشروع قانون الى مجلس الوزراء، والمشروع اتوافق عليه من السيد وزير العدل الحمد لله، وبعتناه لمجلس الوزراء وهو في قيد المناقشه دلوقتي في مجلس الوزراء عشان يتعرض على مجلس النواب. هذا القانون ومشروع القانون بيحول الحجر الزراعي الى هيئه للرقابه النباتيه، لان احنا دايما بنقول ان الاعمال اللي بيقوم بها الحجر الزراعي هي يعني ترقى بمنتهى الكفاءه والقوه انها تكون هيئه مستقله وليست مجرد اداره مركزيه، لان الشغل اللي بنعمله في الحجر الزراعي شغل كبير جدا. احنا بنشرف تقريبا على كل الصادرات والواردات الزراعيه، سواء كان فحص او معالجات وتبخير وتطهير، وكل الحاجات دي بتحتاج امكانيات وقدرات كبيره جدا، اكبر من قدرات اداره. وبالتالي احنا مقدمين مقترح بالقانون ده، وان شاء الله باذن الله ما هي بس عمليه مساله وقت، وان شاء الله في يوم من الايام هنقول هيئه الحجر الزراعي او هيئه الرقابه النباتيه ان شاء الله. دكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي، بشكرك جدا على المداخله معانا.